أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا Inna yawmal fasli kana miqata Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja Wa futihatis sama'u fakanat abwaba Wa suyiratil jibalu fakanat sarabah إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مابا Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzur Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah Wa yakulul kafiru ya laytani kuntu turabah